اول حاجه هيمتعنا بيها استاذ جميل مقطع لعمرو دياب من 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 احدى الحفلات اللي انت كنت بتصورها. خلينا نتفرج عليه. لو شوقك قد شوقي يبقى احنا كده خمس حنقول للدنيا روقي وتعالي بقى احنا سنين لو شوقك قد شوقي يبقى احنا كده خمس حنقول للدنيا روقي وتعالي بقى احنا دي تمانينات. عندي مشكلة لما يبقى في جيل جديد بيتفرج على حاجة قديمة بيقيمها بالنهاردة يعني بيقيمها بموضة النهاردة بشكل النهاردة. ده كان أشيك حاجة؟ ده كان أكتر حاجة حديثة مصر كلها بتغني لو شوقك قد شوقي؟ هو عمرو دياب فنان ذكي ملتزم يعني من اللي حبوا شغلهم ونجح فيه وعارف يعمل ايه او عارف يتطور كل فتره ازاي يتصور ويعمل يعني مثلا انا صورته 7-8 مرات عمره ما اتاخر دقيقه هو طبعا بيتاخر على الناس زي ما هو عاوز معانا عمره ما اتاخر دقيقه لانه كان بيحب الشغل وكنا بنتفق مع بعض ان الشيء اللي مش هيعجبه بنحذفه عشان ما يزعلش فكان بيجي يعني صورته حاجات كتير قوي ما تاخذيش مين الاموره اللي موجوده في الكادر دي يا استاذ دي كانت ملكه جمال فرنسا ضيفه يعني ده كان حفل ملكات جمال طيب كمان شفت المقطع على 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 نفس القناه قناه جميل المغازي لعمرو دياب وهو اول مره اشوفه متعصب وهو بيتكلم ما هو كان في بدايته وكان كل واحد ناقم على الجيل الجديد فده قال له عبد الوهاب بيقول وعبد الوهاب يعني ما بيقولش كتير يعني يعني عبد الوهاب يقول مثلا انا مش حابب الشغل الجديد بتاع الالكترونيات ده نحب الشريط واشوف فيه وبتاع فهو بيتنرفز يعني يقول له الجمهور مات فيقول له طب مات جاي بيجي لي ازاي كان تحس انه كان مقهور يعني كان عنده احساس بالقهر ساعتها عمرو ليه الاستاذ عبد الوهاب قال ان معظم اغانيكم لا تصلح الا في الانديه الليليه وجهه نظر يعني ايه وجهه نظر وبتقولها كده يعني وجهه نظر كده يعني وجهه نظر يعني ايه وجهه لا هي ايدي بس اللي ماشيه ما انا عايز اعرف يعني ايه قول لي يعني ايه وجهه نظر لا تصلح يعني رد على هذا المنطق ما هو انا بقى هتكلم بقى بصراحه لان انا اتكلم يا استاذ عمرو اعصابي برضو الواحد كل واحد له اعصاب اتفضل بيحاول ولها حد احتمال عظيم قال الاستاذ محمد عبد الوهاب إن أغاني الشباب الجدد تصلح للغناء في الأغاني الليلية يكاد يقول مع الواحد ياكل يتعشى جنبها بتاع حاجات زي كده برضو وجهة نظر لأن أنا بقول حاجة أنا طالما أنا مأدي رسالتي صح على زي ما أنا مرتاح لها وزي ما أنا شايف اللي أنا تعبت فيه وعملته طلع 7 أشهر رقم واحد ولما جت موسيقار عبد الوهاب بقى رقم 2 في الاغنيه يعني عشان ما اقولش يعني ما نزل يعني غنوه الاستاذ عبد الوهاب كانت نمره واحد وانا نمره 2 بس انا طول ما انا ماشي كان نمره 1 ولحد دلوقتي انا اغنيتي نمره 1 دي ملهاش علاقه باي شيء غير ان ده مبيعات كاسيت قبول الناس مش مشكله بس دي مبيعات كاسيت فازاي انا بدل ناجح في الكاسيت وبدام ربنا كرمني في حاجات كتيره جدا جدا استاذ عبد الوهاب بيقول ان الجمهور مات وشيوعت جنازته طيب ما كانش سمع من غير ليه ما نجحت طب نجحت ازاي والجمهور مات يعني مات وسحلها لا ايقظته من غير ليه ممكن اقول كده ماشي ايقظته اتفضل ماشي دي لقطه عمر ما حد سجل عمرو دياب في المده